أغرب 5 أسلحة روسية في العالم لن تصدق أنها حقيقية. سنذكر لكم في هذا الفيديو 5 من أغرب وأخطر الأسلحة الروسية على الإطلاق والتي تخشاها أمريكا على وجه الخصوص. قبل الدخول في التفاصيل، لا تنسى الإشتراك بقناتنا فكرة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديدنا. طائرة سوخي 47 بيركوت. تمتلك الطائرة سوخي 47 بيركوت أو النسر الذهبي أجنحة معكوسة تظن أنه تم تركيبها بالخطأ، وهذا ما يشكل الميزة الرئيسية لهذه الطائرة. فعند إقلاعها من مدرج قصير لحاملة الطائرات، تستطيع أن تزيد من سرعتها في وقت وجيز لتنتقل إلى التحليق دون الوقوع في المياه، وكذلك تمنحها الأجنحة القدرة على المناورة أثناء التحليق على سرعات منخفضة. تعتبر طائرة سوخوي 47 سيلف باك طائرات الجيل الخامس FA، نظرا لأن هذه الطائرة المحلية الصنع كانت الوحيدة التي تمتلك أبعاد الطائرة المقاتلة ومزودة في الوقت نفسه بعنبر داخلي لنقل الحمولات. وفي أثناء اختبار لها استطاعت حمل أوزان تحاكي الصواريخ الموجهة المتقدمة. تم تصميم سوخي 47 من البداية كطائرة تجريبية، ويوجد منها نسخة واحدة ولم يتم إنتاجها المتسلسل. منظومة S-400. تعد منظومة S-400 الروسية الصنع إحدى أبرز أنظمة الدفاع أرض جو الحديثة. دخلت هذه المنظومة الخدمة في عام 2007 الجيش الروسي، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي S-300 التي تم تطويرها في تسعينات القرن الماضي. يمكن لمنظومة S-400 أن ترصد وتسقط أهدافاً في مدى يتراوح بين 40 و400 كيلومتر وفي بيئة شديدة التشويش، وتنطلق صواريخها بسرعة تفوق سرعة الصوت ب 15 ضعفاً، وتستخدم 4 صواريخ مختلفة المدى لتغطية نطاق عملياتها. وصممت المنظومة لتدمير الطائرات والصواريخ الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية، وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت على ارتفاعات تصل إلى 30,000 قدم، كما أنها قادرة على تدمير عدة أهداف في آن واحد. ويغطي رادار S-400 دائرة قطرها 600 كيلومتر يمكن إعدادها للإطلاق خلال 5 دقائق، بينما يغطي رادار مضرة باتريوت الأمريكية مدى 150 كيلومتر ويحتاج إعداده إلى 30 دقيقة، ولا تتطلب S-400 سوى 10 ثوان لإطلاق صواريخها، بينما تحتاج منظومة باتريوت الأمريكية إلى 15 ثانية لإطلاق أول صاروخ بعد اكتشاف التهديد. وتتميز S-400 بكونها أقل تكلفة من المنظومات المناظرة لها، إذ يكلف شراء بطارية من هذه المنظومة 500 مليون دولار أمريكي، بينما تكلفة بطارية من منظومة باتريوت الأمريكي حوالي 1 مليار دولار، وبطارية من منظومة ثاد حوالي 3 مليارات دولار، وهو ما جعل S-400 الروسية موضع اهتمام في جميع أنحاء العالم. إكرانوبلان السفينة الطائرة. هي هجين بين السفينة والطائرة، فهي تستطيع الطيران بسرعة 550 كيلومتر لكل ساعة على ارتفاع منخفض يبلغ بضعة أمتار عن سطح المياه، ما يجعلها في منأى عن خط الألغام البحرية أو التوربيدات، وتكون غير مرئية للرادارات. تم تصميم نموذجين من الإكرانوبلان. النموذج الأول أرليونك وتعني فرخ العقاب، بإمكانها حمل 200 جندي ودبابتين، والنموذج الثاني لون وتعني صقر الهار، بمقدورها حمل صواريخ موسكيت المضادة للسفن، مما حدا بالبعض أن يطلق عليها قاتل حامل الطائرات. الحوامة 112. تم تصميمها كوسيلة نقل للحمولات الثقيلة التي لا يمكن تجزئتها ويفوق وزنها 30 طنا كالصواريخ الباليستية، ونتيجة لتصميم جناحيها الفريد سمح برفع القدرة على التحكم بالمروحية وزيادة قوتها الرافعة.
واستطاعت في عام 1969 تسجيل رقم قياسي برفعها 40.2 طن إلى ارتفاع 2250 متر، ولم يتم تحطيم هذا الرقم القياسي. ورغم كل هذه الإنجازات والتقدير الرفيع الذي نالته مي 12، لم يكتب لها أن توضع على سكة الإنتاج لتخلي العسكريون عنها، إلى جانب أنها لم تكن مطلوبة بأعداد كبيرة. روبوكوب البحري، ما يعرف بمنظومة بالما، هي منظومة صواريخ موجهة مضادة للطائرات، وتكون على أخبة الاستعداد لحراسة شتى أنواع المراكب البحرية، كفيلة باعتراض صواريخ المضادة للسفن بنيرانها الكثيفة. تشبه منظومة بالما الإنسان، فالرأس هو عبارة عن منظومة التوجيه البصرية الإلكترونية والتي توضع أعلى المنظومة، أما الفم والعينان فهما قنوات التوجيه التلفزيونية وبالأشعة تحت الحمراء، وقناة الليزر لقياس الأبعاد، أما الأيدي فهي زوج من المدافع الرشاشة السريعة الإطلاق. تعمل منظومات بالما على متن فرقاطات جيبارد التي بنيت خصيصا للقوات البحرية الفيتنامية، وعلى متن الفرقاطة الروسية الأميرال غورشيكوف التي دخلت حيز الخدمة في 2014. إن أعجبك هذا الفيديو فلا تبخل علينا بضغط زر الإعجاب للفيديو والاشتراك بقناتنا فكرة، ولكي يصلك كل جديد قم بتفعيل جرس التنبيهات.